الكابتن حسين عبد الواحد، استشفاء اللاعب حسين علي كان بنسبة 100% وإصابته غير طبيعية. صراحة المباراة نهيناها من الشوط الأول، أجرينا بعض التغييرات الشوط الثاني، منها تكتيكية ومنها نفسية. يعني التكتيكية مثلا أمير ولا مهند صنع وسجل، مو أمير صنع ومهند سجل، مناف ردنا يعني نرجع الوضع الطبيعي، تدري بعد غياب شهر ونص أو شهرين. الحمد لله وشكر الوضع تمام، وإن شاء الله نطمح للأفضل إن شاء الله. حسين علي يعني بعد استشارة الكادر الطبي جهز طبعا 100%، لأن احنا ذيك المباراة شركناه تقريبا 25 دقيقة، هاي المباراة من الطبيعي يعني يقدر يلعب شوط، فسبحانه وتعالى يعني كان يعني الإصابة اجت مو طبيعية، لأن خاصة قلت لك أنا موضوع الاستشفاء 100% مستشفي، لكن هاي بعد سبحانه وتعالى.